اهلا بكم اعزائي المشاهدين، وهذا اللقاء الخاص مع واحد من نجوم الكره المصريه وغزل المحله. نجمنا النهارده هو نجم منتخب الشباب، صاحب الانجاز الافضل في تاريخ الكره المصريه بحصوله على برونزيه كاس العالم للشباب عام 2001. ضيفنا النهارده هو الكابتن محمد محروس العتراوي، نجم منتخب مصر للشباب وغزل المحله السابق. رحب بيك كابتن عتراوي على شاشه اون تايم سبورتس. اهلا وسهلا بحضرتك يا استاذ احمد، اهلا وسهلا بيك واهلا وسهلا بالمشاهدين، ومتشكر جدا للقناه. فين العتراوي دلوقتي وليه مختفي عن الانظار؟ موجود والله، مش مختفي ولا حاجه، انا شغال في الاكاديميه الخاصه بيا وموجود مش مختفي. اتعاملت ازاي مع ازمه كورونا؟ طبعا اتضررت زي الناس كلها، الادارات كلها، ما فيش رياضي ما اتضررش، كل المنظومه كلها اتضررت، فاكيد انا مضرور، انا كمان انا واحد من ضمن المنظومه اللي اتضررت. العالم كله اتضرر من الفيروس والوباء ده، ربنا يزيح الوباء والامور ترجع لطبيعتها والناس تاخد حذرها والرياضيين ياخدوا حذرهم والمنظومه كلها ترجع على خير ان شاء الله. اتاثرت بتوقف النشاط؟ اكيد، مفيش واحد في العالم ما اتاثرش، رياضي او غير رياضي. احنا كالمنظومه بتاعتنا كلنا اتضررنا، مفيش رياضي، من اول المنظومه من الهرم الكبير اللي هو الدوري الممتاز للدرجه الثانيه للدرجه الثالثه للرابعه للاكاديميات الخاصه بالناس كلها، كله مضرور، مفيش حد ما اتضررش. وباء يعني ربنا يزيحه عن الناس كلها. عايزين نفتكر مع السادة المشاهدين كيف كانت بداية محمد العتراوي مع الكورة. والله أنا زي أي لعيب، زي أي ناشئ، أنا بدايتي كانت في بلدي في مركز الشباب، بعد كده رحت مع مجموعة من أصدقائي اختبارات نادي غزل المحلة، بعد كده انضميت لغزل المحلة من الاختبارات، بدأت في الناشئين لغايه ما صعدت الفريق الاول. صعدت الفريق الاول كان سنه كام؟ 97، اواخر 97 او 98. وكانت اول افتكر ان اول مباراه ليا كانت بلديه وغزل المحله، ديربي المحله. كنت لسه صغير والفرقتين كانوا بينافسوا على الهبوط، والفرقتين نزلوا في السنه دي. كان اول مباراه ليا، كان الاستاد كله طبعا كان مليان، احنا كنا اقرب شويه ان احنا لعبنا المباراه الفاصله يومها، السنه دي لعب المحله والكروم مباراه فاصله، البلديه نزلت واحنا خسرنا هنا من الكروم في استاد القاهره، ونزلنا برضه احنا كمان. كان المدير الفني اول واحد لعبني الدرجه الاولى كان الكابتن عادل طعيمه، له فضل كبير عليا، وهو اول واحد قال لي لا لازم تلعب، وخسرنا من الكروم والفريقين نزلوا في المتسابقه. اللي صعدك للفريق الاول كان الكابتن عادل طعيمه. اول واحد صعدني كتمرين الكابتن عمر عبد الله، كان الكابتن عمر والكابتن صابر عيد، لكن اللي لعبني الكابتن عادل طعيمه لما جه قال لي لا لا لازم يلعب، لكن كصعود تمرين بس كان الكابتن عمر عبد الله والكابتن صابر عيد. بدايتي في اللعب كان مع الكابتن عادل طعيمه. موسم 2001 ومباراه السوبر بين الزمالك وغزل المحله، وانتهت بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف واحد، ويمكن انت سجلت هدف غزل المحله في هذه المباراه. تفتكر ان المحله اهدر فرصه للتتويج بالسوبر في هذه المباراه؟ مش المحله اللي اهدر، تحكيم اللي ادى السوبر نادي الزمالك. احنا الزمالك كان متقدم علينا 1-0، تعادلت انا بقت 1-1، فاول غريب اتحسب ودخل فينا الجون والنادي الزمالك فاز بكاس السوبر. دايما الناس الانديه الجماهيريه ما بتاخدش حقها في المباريات اللي زي دي. دايما الاهلي والزمالك هم والباقي بعد كده عادي. طبعا في السنين دي لا كان في سوشيال ميديا ولا في الكلام ده ولا حد بيتكلم المحله تكسب او تخسر، عادي تمشي عادي، مش مشكله. المهم اهلي وزمالك، محله لا، الانديه الجماهيريه لا. انا فاكر ان الهدف الثاني اللي جه فينا كان فاول مش فاول، واتشاطت اتردد من الكابتن سيد، الكابتن حسام كمل، خلص الماتش. المحله تعرض لظلم تحكيمي في هذه المباراه. المحله وغير المحله، كم بطوله ضاعت من المحله بالتحكيم؟ في بطولات كتير راحت من المحله بالتحكيم. والناس فاكره جيل الذهبي للمحله، بعد جيل الكابتن عمر، جيل الكابتن صابر والكابتن شوقي والكابتن مشاعي والناس دي، ضاع برضه منهم بطولات هنا دوري بالتحكيم.
دايما التحكيم ما بينصفش او من يعني المحله ما لهاش ظهر. لو المحله لها ظهر هتاخد بطولات وتاخد دنيا، لكن ما حدش هيتكلم في الاستوديو ولا حد يتكلم عن المحله. ضاع دوري قبل كده، وضاع كاس السوبر، وضاع كؤوس قبل كده برضه. لكن انتوا في هذه المباراه اديتوا مباراه كبيره. احنا كنا فرقه كويسه جدا، كان في لعيبه كويسه جدا، وكان كان معانا جهاز قوي جدا بكده الكابتن فاروق جعفر، ولما نستحقش نخسر السوبر خسرنا عادي ومشينا عادي. لكن تعرضنا لظلم التحكيم، مش كنا نادي الزمالك، نادي الزمالك نادي كبير ونادي ولاعيبه جامده جدا، كابتن حسام وكابتن ابراهيم وكابتن حازم امام وكابتن بشير وكابتن مدحت على دماغنا من فوق، والله كلهم كابتن كبار. لكن ما كناش نستحق ان احنا نخسر المباراه دي. اديت مباراه كبيره. ادينا مباراه كبيره، كنا نستحق ان احنا ناخد كاس السوبر كمان. حسيتوا ان السوبر هيروح منكم ازاي، او امتى، او اي وقت من فترات المباراه؟ والله لا، هي مش عارف. بص، انت بتلعب وبتشوف التحكيم ماشي ازاي والدنيا ماشيه ازاي، بتحس انت مهما تعمل مش هتكسب. مهما تعمل مش في حد تاني عايزك ما تكسبش. ده اللي بيبقى احساس عندك داخلي، فبتلعب وبتادي بشرف وبتقاتل عشان عايز بطوله تبقى ليك في تاريخك يعني. وبطوله لناديك، مش انت مش كل سنه بتروح تلعب نهائي وبتلعب بطوله. فلما بتوصل للمكان تلعب كاس سوبر او تلعب نهائي كاس وبتخسر، لو انا خسرت بسوء اداء خلاص هو افضل مني فيستحق يكسب. لكن لما بتزعل لما بتبقى بتادي وبتخسر زي ما بيقولوا بفعل فاعل. مباراه السوبر كانت بفعل فاعل، ما كانتش طبيعيه. في موسم 2002 كان ليك هدف تاريخي في مرمى النادي الاهلي اضاع منه لقب الدوري، لو اتكلمنا عن ذكرياتك مع هذه المباراه وقصه الهدف. المباراه دي لها قصه مختلفه محدش يعرفها الا انا وجماهير المحل. النادي الاهلي كان بيفوضنا قبليها، وانا كنت عامل تيشيرت الاهلي على العربيه بتاعتي من ورا. انا يوم المباريات مش باكل حاجات خفيفه، وبحب اجيب حاجه اللي هو التفاح موز مش عارف ايه. فانا كنت النادي اللي عندنا الاجتماعي جنبه الحاجات اللي بتتباع، فخارج اجيب، فالجماهير قالت لي راح فين؟ راح تجيب؟ طب احنا هنجيب لك. هم جابوا لي الحاجه دي وقالوا لي بس احنا هنشوف انت هتعمل ايه النهارده. قلت لهم اعمل ايه؟ انا ابني من ابناء نادي المحله، اكيد هادي ماتش عمري يعني. وكان في السنين دي كانت الجماهير متخوفه بسبب مفاوضات النادي الاهلي. لا، وعارفين انا عايز اروح الاهلي يعني، هم عارفين ان انا عايز اروح الاهلي. فكنت انا عارف ان انا هقعد احتياطي، وعارف امتى هنزل بالاتفاق مع كابتن فاروق. كابتن فاروق جعفر كان مدير الفني لغزل المحله في ذلك التوقيت، وكان من الناس اللي انا بحبها جدا، ومن الناس اللي انا الناس المقربه ليه في الفرقه انا. قال لي هتقعد في وقت وانزل في وقت الفلاني عشان هتعمل تبقى الامور مفتوحه ليك في وقت كذا كذا كذا. اتفقنا، نزلت انا قبل ما انزل بسخن ما بين الشوطين، ورياض بيسخن في الناحيه الثانيه. تقابلنا طبعا كنا مع بعض زمايل في المنتخب، فقال لي حاسس انت هتنزل تعمل حاجه. قلت له طب بس سيبني انا. لما نزلت الكابتن رضا البلتاجي كان هو الحكم بتاع المباراه دي، في حاجه حصلت فوقف المباراه تقريبا، الجماهير كانت بتشتم او حاجه يعني. فوقف جنبي رضا شحاته بيقول لي هو انت مش تهدى الدوري؟ قلت له طب سيبني عشان ايه الناس هتفكرني ان انت بتتفق معايا او بتقول لي اهدى عشان كده، ابعد عني. انا كنت عارف بحب اطلع ما بين السردباك والباك، سواء الباك رايت او الباك ليفت، وعارف ان الكابتن عماره مش هيغطي في الحته دي. وكان الكابتن كرم جابر وش انا عارف ان وش رجله قوي خارجي، الكره شحت لعبت له وهو لعبها، وانا كنت قاطع ما بين الكابتن وائل والكابتن عماره، وحتى بطن رجلي دخلت في كابتن عصامي. هدف غالي جدا عليا. هدف طالما ان حد بيجيب من الاقاليم هدف في الاهلي او الزمالك يعني. السنه الحمد لله انا جبت في اهلي وزمالك واسماعيلي، واللي جول الاسماعيلي ما كانش حد بيكسب الاسماعيلي، خد الاسماعيلي الدوري، كان صعب جدا حد يجيب جول في الاسماعيلي.
هدفك ده اضاع بطوله من الاهلي كانت يعني تكاد تكون مضمونه. لا هي مش مضمونه. هو انا لو ما جبتش الهدف هم كانوا هيلعبوا ماتش فيصل مع الاسماعيلي لسه. بس هي كان هيبقى اقرب. اقرب بقى بكل حاجه. معنويات، جماهير، كل الدنيا كلها هتبقى واقفه جنب الاهلي. لعيبه الاهلي كلمتك بعد الماتش؟ في لاعب كبير في الاهلي كلمني. ينفع كده وما ينفعش وبتاع، بس انا مش هقدر اذكر اسمه. قلت له انا لابس اخضر مش لابس احمر. بيكلموك عشان تيجي النادي، قلت له على دماغي. النادي الاهلي عايز اجي وكل حاجه، لكن انا ما بسيبش حاجه. انا ابن من ابناء المحله، هلعب لاخر نفس. مكتوب لي اروح الاهلي اروح، مكتوب لي اروح الزمالك مش مكتوب لي اروح، مش مكتوب لي. العتراوي اهلاوي ولا زملكاوي؟ العتراوي محلاوي. في انا النادي الاهلي النادي الاهلي كلمني وقعدت معاهم، وجي بعدها النادي الزمالك كلمني وقعدت مع المستشار مرتضى هنا في نادي الزمالك، وما حصلش توفيق وما رحتش، رغم ان احنا قاعدين هنا دلوقتي في نادي اخر مباراه كانت في الدوري المحله والترسانه، وان الاداره عدت بتاعتنا اتفقوا مع نادي الزمالك، بس انا كنت قبليها مصرح ان انا هلعب للاهلي بس كان الزمالك ما كانش بيفوضني. صحفي نزلها وانا المفروض اجي امضي في نادي الزمالك واخد فلوس وامشي. فالدنيا باظت من ساعتها. اداره المحله رفضت انتقالك للزمالك؟ لا اتفقوا. بس انا كنت صغير والزمالك ما كانش بداخل معايا في مفاوضات لسه. في صحفي كلمني هتلعب؟ قلت له هلعب للاهلي على اساس ان الاهلي بيفوضني، هو اللي بيفوضني بس. لما الزمالك دخل الصحفي ما نزلهاش، لما لغايه ما عرف ان انا رايح الزمالك قام منزلها. اتوقفت المفاوضات ساعتها وما انتقلش نادي الزمالك. مباراه الزمالك او مباراه الاهلي عفوا وغزل المحله واللي انتهت بهدف لكل فريق، دي كانت افضل مباراه للعتراوي ولا كان في مباراه ثانيه؟ لا افضل مباراه ليا، في مباريات كتير، لكن المباراه يعني انا بعتز بالهدف لانه هو في نادي الاهلي، لكن افضل مباراه ليا كانت المحله وكوتوكو. خلصت 4-2، كنا خسرين في كوتوكو 3. اول خمس دقايق مش التاني كانت بقى 3-3، كنا عايزين هدف ونصعد قبل النهائي في البطوله الافريقيه. هم جابوا فينا جول، جبنا احنا تاني جول، بقت 4-1. بعد كده هم جابوا جول بقت 4-2 وهم صعدوا يعني. دي كانت من المباريات الهامه ليا يعني كمان والعزيزه على قلبي. لكن اهلي وزمالك عشان ما كانش متزعل اهلي وزمالك. لما تجيب بتبقى الناس كلها بتشوف الماتش بس، انما دلوقتي كل الماتشات بتتذاع يعني. لو انتقلنا للحديث عن المنتخب، وكانت بداية تألق العتراوي كانت مع منتخب الشباب بحصوله على بطولة افريقيا عام 97 ومسمى المشاركة في بطولة كأس العالم اللي نظمته مصر، وكان المدير الفني في ذلك التوقيت الدكتور محمد علي. قول لي سبب خروج مصر من دور الثمانية كان ايه السبب؟ بس اول حاجة طبعا الدكتور محمد علي الله يرحمه له فضل كبير جدا على 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 الجيل ده كله. احنا خدنا بطولة افريقيا بوتسوانا كان مع الدكتور محمد علي، وجينا لعبنا كاس العالم في مصر هنا كمنظم، وكان انت واخد اصلا كده واخد البطوله. سبب خروجنا ان احنا اتنقلنا من استاد القاهره، رحنا استاد الاسماعيليه. هنا الاستاد هنا كان بيبقى مليان وكان وعامل رعب للفرق اللي بتلعبك. انت اتنقلت في اسماعيليه لعبت اسبانيا، واسبانيا هي اللي كانت موجوده هناك. ده سبب ان يعني ما بقتش في الاستاد بتاعك، ما بقتش عدد الجماهير اللي موجود مش زي الجماهير اللي موجوده في اسماعيليه. الناس اللي موجوده في اسماعيليه مش بتشجع بنفس الحماس اللي كان الناس الجماهير هنا في استاد القاهره، زائد ان احنا برضو ممكن نكون فرطنا في الفوز يعني. طبعا كنا لسه صغيرين مش مدركين يعني ايه برضو في ازاي تقف تحافظ على المكسب او ازاي تقف تحافظ على التعادل لغايه اما تشوف ثغره في الفرقه الثانيه توصل لضربات جزاء برضو يعني حاجات كده يعني. شايف ان الخروج امام منتخب اسبانيا في دور الثمانيه كان مفاجاه؟ والله ممكن تقول مفاجاه وممكن تقول مش مفاجاه، لان فرقه اسبانيا كانت فرقه قويه مش فرقه ضعيفه يعني. كان كاسياس موجود وكان في ناس تقال في الفرقه برضو، ما هو مش منتخب ضعيف، بس كنت ممكن تعدي، كنت ممكن تكسب وتعدي. في بعض عدم الالتزام هو ده اللي يعني ممكن خلى الهدف الثاني يجي ونخرج. لكن كنت ممكن تعدي وممكن تكسب اسبانيا وتعدي للدور بعد كده.
دكتور محمد علي قال لكم ايه بعد الخروج من دور الثمانيه امام المنتخب الاسباني؟ لا هو شخصيه محترمه جدا الله يرحمه، يعني كان شخصيه محترمه فوق الخيال. هو قال لك خلاص يا جماعه معلش قدر الله ما شاء فعل وما تزعلوش، ادينا على قد ما في استطاعتنا، شكرا ليكم ومشينا. جينا هنا بقى القاهره وكل واحد راح النادي بتاعه يعني. لكن هو شخصيه جميله. هل اثرت فيك شخصيه الراحل للدكتور محمد علي؟ اكيد طبعا اثرت فيا واثرت في الجيل كله. الدكتور محمد علي كان موسوعه بمعنى الكلمه، علم الجيل كله يعني ايه الالتزام، يعني ايه النوم بميعاد، يعني ايه الصحيان، يعني ميعادك تبقى موجود قبليه بفتره، سواء كان غدا عشاء تمرين نوم صحيان. لا هو الله يرحمه كان موسوعه وفكر عالي جدا، وازاي يعلم ناشئ 17 سنه و16 سنه و15 سنه الالتزام بتاع النوم، الالتزام بتاع الاكل، الالتزام بتاع التمرين، الالتزام بتاع ازاي بتاع التدريب، الالتزام ازاي بتاع المعسكر، وكان بيسال على دروسك وحاجتك ومدرستك ودنيا. لا حاجه الله يرحمه فوق الوصف، يعني حاجه كانت سابقه عقولنا. ازاي انت يعني يقول لك عايز دروس يجيب لك مدرسين في المعسكر، عايز فلوس يديك فلوس، عايز حاجه في مشكله في بره كان بيحلها لك. كان ناجح في التعامل نفسيا مع اللاعبين في كل حاجه. نفسيا، تدريبيا، اخلاقيا، كل حاجه الله يرحمه كان ناجح فيها. هو كان بيوفر لك كل حاجه في المعسكر موجوده. لو عندك مشكله في مدرستك بيحلها لك. يعني انا واحد من الناس كان عندي مشكله. انا كنت في ازهر وما كانش فيه تحويل، هو حول لي حولت تربيه وتعليم، وعايز دروس بيجيب لك مدرسين في المعسكر، انا والله يرحمه احمد اكرامي والناس كتير وهاني سعيد والعربي، لا كان بيحل مشاكل كتير وعلم الجيل ده كله ازاي تبقى انت لعيب محترف. شايف ان جيل 97 ده ما اخدش حقه؟ لا ما اخدش حقه. في ناس كتير جدا ما خدتش حقها. برضه هقول لحضرتك حاجه، يعني الانديه الاول ما كانتش بتساعد اللعيبه او المدربين زي دلوقتي، لا في جيل 97 ولا في جيل 2001. جيل 97 كان في لعيبه كتير جدا لازم تحترف، ما كانش حد بيساعدها، وما كانش حد بيساعدها ان انت بعد كاس العالم ده المفروض تلعب في الدرجه الاولى وتتمرن في الدرجه وتاخد فرصتك في الدرجه، ما كانش حد كان بيساعد، بدليل ان هاني سعيد مشي. هو اشرف ابو زيد راح ايطاليا سرقه. انا اسف في اللفظ بس هي كده، ده المعنى الداري. ليه؟ الاهلي ما كانش موافق ان هم يروحوا يعملوا اختبارات في اوروبا. كذلك برضه هتلاقي ابو العلا وهتلاقي محمد خيري وهتلاقي محمد جمال في نادي الزمالك، عربي السيد والخطيب مصلح في المنصوره، اكيد برضه جالهم حاجات والانديه ما توافقش. الانديه كانت بتغالي قوي في الاسعار بتاع اللعيبه عشان تسيبه يروح يعمل اختبار بس ولا يحترف بس. طبعا هنروح للانجاز الاكبر في تاريخ محمد العتراوي، وهو الحصول مع منتخبنا الوطني للشباب على برونزيه كاس العالم بالارجنتين 2001، وبالتاكيد مباراه الافتتاح والهزيمه الثقيله امام منتخب بالارجنتين 7-1 كان ليك معاها ذكريات مؤلمه، لو اتكلمنا عن هذه الذكريات. بص، هو اول حاجه كانت مباراه الارجنتين، كانت المباراه الثانيه. احنا الافتتاح لعبنا جامايكا اتعادلنا. عايز اقول لك ضيعنا اهداف غير طبيعيه في المباراه دي. انا لوحدي مضيع 3 اهداف في مباراه جامايكا. مباراه الارجنتين شفت، انا اقول لك يعني لو اتعادت 100 مره مش هنخسر طبيعي، مش هنخسر 7، لا مش هنخسر، بس مباراه غير طبيعيه في احداثها، مشيت ازاي ما تعرفش مشيت ازاي. يعني احنا اول ربع ساعه احنا اللي مسيطرين، واحنا احنا اللي متقدمين بهدف اليماني الاسطوره اللي ما خدش حقه. كان جيل جامد جدا وكان معانا جهاز عالي قوي 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 في التعامل معانا، واحنا كنا بنلعب حبا في الجهاز طبعا، حبا في مصر الاول قبل اي حاجه، وحبا في الجهاز بتاعنا لان احنا كنا بنحب الجهاز. فعايز تبذل اقصى ما في وسعك وفي طاقتك عشان تبقى عشان الجهاز ده ياخد حقه. والمباراه دي انا فاكر ان احنا في المحاضره الكابتن شاوي قال لصبحي مبروك انت خدت احسن حارس في الدوري المصري.
واحنا نزلنا، لو قلت لك انا مش فاكر الاهداف دخلت ازاي ولا اللعيبه كانت اصلا يعني ما اعرفش. مباراه غريبه بكل ما بعد اول ربع ساعه بس، يعني اول ربع ساعه احنا اللي موجودين، منتخب مصر موجود وانت اللي مسيطر في ظل ان الملعب مقفل، متقفل كله، جماهير بتشجع بلدها، تشجعش فينا الا ابو المجد بس. واحنا متقدمين 1-0، بعد كده بعد الجون الاولاني احنا مش موجودين، احنا اشخاص بس موجوده في الملعب، مش ما فيش غير اشخاص مرصوصه بس في الملعب. قول لي ازاي كابتن شوقي غريب قدر يتعامل معاكم نفسيا بعد هذه المباراه؟ والله احنا تاني يوم ما كانش في تمرين، هو خرجنا قال لك يا جماعه ما فيش تمرين، انا عازمكم على الغدا بره. خرجنا بره الاوتيل رحنا اتغدينا في مكان، وقعد يتكلم معانا بقى خلاص المباراه انتهت ومش هينفع هيبقى كده، وخرجنا خالص من المود بتاع المباراه بتاع الارجنتين. واحنا تعهدنا بعديها كمان ان احنا ما ينفعش نمشي من البطوله، يعني مش اللي اتصرف علينا او المباراه اللي لعبناها او احنا كجيل نمشي من الدور الاول من كاس العالم. احنا كنا رايحين ان احنا ننافس على كاس العالم، مش رايحين ضيف شرف. اتعهدنا ان احنا نكسب، كسبنا ماتش فنلندا وصعدنا مع الارجنتين للبتاع، وكنا نتمنى ان احنا قبل الارجنتين تاني عشان نقول للناس لا، هي المباراه دي كانت حاجه عابره بس في, في 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 البطوله. ومشينا بعد كده بقى مع المباريات اللي تالت بعد كده، وربنا كرمنا كسبنا امريكا وفي هولندا لغايه لما ساعدنا الدور قبل النهائي. هل كنا ممكن نحرز اللقب في هذه البطوله كمصر؟ كنا ممكن كجيل ناخد البطوله. احنا كنا جيل متفاهمين جدا، وجيل عارف، انا واحد من الناس كنت عارف مثلا امتى احط امتى عارف ان انا مثلا احط رضا شحاته في مساحه واحط الجمال حمزه في رجليه. لا، كنا متفاهمين جدا، اللي قاعد بره واللي بيلعب متفاهم لأبعد، من كتر المباريات اللي لعبناها مع بعض، من كتر البطولات اللي لعبناها مع بعض، من كتر المشاركات اللي مع بعض، من كتر طبعا من بتلعب كل المنتخب كله كان بيلعب في الدوري الممتاز. دي حاجه برضو اديتك ثقه كمان. واللي مدينا الثقه الجهاز، احنا كنا بنلعب اي منتخب مش بنخاف، اي منتخب مهما كان، من الجهاز اللي معاك رهبة. لا، من الجهاز اللي معاك، البرازيل، الارجنتين، التشيك، اي حد بتلعبه بره جوه مش خايف. الجهاز مديك ثقه غير طبيعيه، مديك باور غير طبيعي، بتلعب ما انتش ما فيش رهبه، لا كاكا ولا سافيولا ولا ميكسس ولا اي حد، ولا جابريل سيسي ولا اي حد كنا بنخاف منه. الجهاز اللي مديك الباور، العب ما تخافش. وما كناش بنحب نلعب ان احنا بندافع وشلت باليمين وبالشمال وحد يجري قدام، لا، بنلعب كوره. شايف ان جيل 2001 هو الافضل في تاريخ الكره المصريه؟ خلينا نسمع اجابه الكابتن محمد العتراوي بعد الفاصل. ورجعنا لكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، واستكمال هذا اللقاء الخاص مع نجم غزل المحله ومنتخب مصر للشباب السابق الكابتن محمد العتراوي. قبل الفاصل كنت بسالك، هل جيل 2001 هو الافضل في تاريخ الكره المصريه؟ لا، هو جيل 2001 من افضل الاجيال اللي جت في الكره المصريه. لا، ما ينفعش اقول ان هو افضل جيل، لا، هو افضل انجاز لكن من افضل الاجيال، في اجيال كتير جدا كانت كويسه، لكن جيل 2001 طبعا من ناحيه الانجاز افضل انجاز، لكن من افضل الاجيال مش افضل جيل. طيب شايف ان جيل 2001 ظلم نفسه؟ لا، اتظلم، مش ظلم نفسه. جيل 2001 اتظلم ان الانديه ما سمحتش للعيبه انها تحترف بره، او اللعيبه اللي ما كانتش بتلعب في انديتها انها ممكن تروح اعاره لنادي تاني، لكن ما ظلمش نفسه، اتظلم كتير. جيل 2001، الاجيال دلوقتي ساعه ما النادي، ساعه ما بيبقى في لعيب جاي له احتراف، اتفضل روح شوف ويساعده زي نادي المقاولين. الاجيال جيل 2001، اللعيب اللي كان بيجي له احتراف يقول له لا، انا عايز مبلغ وقدره،
كان الانديه بتاع اوروبا بتروح تجيب في اللعيب الافريقي ممكن تجيبه بالمعايشه بالمرتب الشهري. بس عندنا انا مثلا واحد من الناس جاي لي احتراف والنادي قال انا عايز في اعاره بس عايز مليون دولار. طب ما هو هيروح يجيب اللعيب الافريقي ب 50,000 دولار بس، واللعيب الافريقي معاه لغه ومعاه بيقدر يقعد في الجو. انت كلاعب مصري كان تاخد عنك انت ما فيش لغه وممكن ما تقدرش تعيش كمان لسه في اوروبا. شايف ان في شبه بين جيل 2001 والجيل الحالي واللي تاهل لدوره الالعاب الاولمبيه بطوكيو بعد فوزه ببطوله امم افريقيا تحت 23 سنه؟ اه في شبه كبير. في شبه لو تبص للعيب اللي موجود اللي هو بتاع ذكر رمضان ولا مصطفى ولا في عايز تشوف وجه الشبه، شوف بعد الاجوان اللي بتيجي بيروحوا بيعملوا ايه مع الجهاز. في حاله حب، في حاله حب في الجهاز. هو كابتن شوقي شاطر ان هو بيحبب في اللعبه فيه. قبل الفنيات ممكن اللعيب ينزل الملعب بيركن الكلام اللي خده في المحاضره على جنب وبيلعب هو. حبه للجهاز ايه؟ حبه لجهازه ايه؟ ممكن دي تاثر معاه اكتر من الفنيات. اللعيب ممكن المدرب يقعد طول الاسبوع يحفظ ويقول هنعمل والثغره بتاعتهم كذا واحنا هنلعب من الناحيه الفلانيه لكن ممكن واللعيب ساعتها ينسى، واللعيب ساعات بينزل الملعب ينسى. لكن لو اللعيب بيحب الجهاز، بيحب افراد الجهاز اللي معاه، بيحب المدير الفني، بيحب المدرب العام، ممكن يلعب ان هو حابب الجهاز. شايف ان الجيل ده ممكن يحقق ميداليه اولمبيه؟ اه لو توفر له والناس ساعدت الجهاز اه ممكن يحقق. الجيل ده جيل كويس، اللعيبه اللي فيه لعيبه على اعلى مستوى، الجهاز اللي موجود على اعلى مستوى لازم يتوفر له الاحتكاك وتوفر له ان اللعيب اللي ما بيلعبش في النادي بتاعه النادي ما يبقاش معاده على الدكه ومعاده بره، لا سيبه يروح يلعب في نادي تاني بس هيشارك علشان مصر مش عشان انا نادي فلان الفلاني اللعيب ده عندي. طب ما بيلعبش، طب ما تسيبه يلعب وديه عار يلعب في نادي تاني عشان مصر، عشان هو لعيب دولي عنده بطوله. لكن لو عيب ما بيشاركش مستواه هيقل مهما كان التمرين عندك. لا لكن انا الاعتراف ما بيشاركش عندي، روح اعتراف العب في سي من الانديه عشان تشارك، عشان انت هتلعب في المنتخب، عشان انت لعيب مصروف عليك، مصر صرف عليك ومعدياك عشان تجيب ميداليه اولمبيه. لكن احنا في لعيبه ما بتلعبش والنادي ما بيلعبه مش راضي يقول له لا خليك قاعد، المهم تبقى قاعد معايا. بعد مونديال 2001 اختفى معظم نجوم منتخب الشباب، ايه السبب من وجهه نظرك؟ السبب ان المدربين والانديه كانت بتعاني شوية غريب. عشان هو من الاقاليم. المدرب اللي جاب ميداليه لمصر من الاقاليم. لو مدرب من الاهلي والزمالك مصر كلها هتساعده. ولاحظ لو عايز تشوف صدق كلامي، لما كابتن شاوي مسك المنتخب الاول اتهاجم وما كانش حد بيساعده رغم ان ما كانش عندك دوري. انت ما كنتش قادر تعمل مباراه وديه للمنتخب عشان منتخب مصر الاول مش قادر تعمله. لو مدرب تاني من الاهلي او الزمالك مصر كلها هتساعده والمحللين في الاستديوهات هتخلق المبررات وان ما عندناش دوري وكتر خير المدرب وما عندناش لعيبه في استعدادات ليها والكلام ده عشان هو مدرب بلا قليل. لكن مدرب تاني من الاهلي هيبقى وضع تاني خالص. هل تلقيت بعد المونديال عرض للاحتراف باحد الانديه البلجيكيه ورفضت؟ لا انا ما رفضتش. هو في حد بوظها عليا بس انا مش يعني هتحافظ على اسمه شويه. انا كان اليماني الوعيد كان قبل المونديال مش بعديه كمان. اليماني الوعيد اللاعب الوحيد اللي كان محترف عندنا والمسؤول عن التعاقدات في النادي كان موجود هنا. كان عندنا مباراه مع فرنسا، كان فرنسا فيها جابرييل سيسيل فرويد وميكسس سردباك، الراجل قال لك انا عايز رقم 6 بتاع مصر بس هو اللي موجود انا عايزه. وقعد مع كابتن شوقي وانا ما كنتش ماضي في غزل المحله بس عمري برضه ما كنت همشي من غير رضا غزل المحله يعني. وحصل حاجه كده في حد وقف فيها يعني. حد من المحله، حد من مصر،
هو اللي وقف فيها وما وانا ما رحتش. واحد تاني راح. مين اللي راح مكان الاكرام؟ ميدو راح نادي تاني. انا كنت رايح نفس النادي اللي كان فيه اليماني. في حد وقف قال ما عشان انا ما اروحش, ونفس الحد وقف ووقف انتقال الاهلي. نفس الشخص وقف برضه في انتقال الاهلي, وانا هخلصه, وانا اللي خلص لكم اللاعب ده, انا اللي خلص للعتراوي اللي من الاهلي, وما رحتش, لا رحت بلجيكا ولا رحت الاهلي. نفس الشخص ده كان, خد بالك ده كله قبل المونديال, مش بعده. بعد المونديال انتقلت لأندية الإسماعيلي والمقصة والمصري, ليه هذه التجارب لم يكتب لها النجاح؟ هو أول حاجة أنا انتقلت بعد المونديال, كان في بيني وبين المسؤولين في النادي المحلة حالة من العند, هم رفضوا إن أنا انتقل لنادي قطر القطري على سبيل الإعارة. فبعد كده أنا بقيت عنيد معاهم وما كنتش بوافق على اللي هم بيقولوه بعد كده, بسبب ان انا عدم انتقال للنادي القطري. جه بعدها انتقلت النادي الحرس والنادي وافق, وانا رحت الحرس شويه, وبعد كده رحت المصري. من احسن سنين عمري النادي المصري, بحب النادي المصري جدا. انا لعبت 28 ماتش من 30 ماتش في النادي المصري, وما كنتش عايز امشي, لا كنت عايز اقعد في النادي المصري, وانا حياتي كلها في النادي المصري, رغم ان انا لعبت في النادي المصري عندي 24 سنه, كان قدامي كتير. وكان الله يرحمه الحاج سيد متولي, انا قلت له كلمتين, انا مش عايز امشي من بورسعيد. والكابتن ابراهيم حسن الله يدي له الصحه كان موجود من دور كوره, وقلت له انا مش عايز امشي وعايز اجدد في النادي المصري ومش عايز امشي. مشيت بسبب الكابتن حلمي طولون, انا علاقتي بيه وحشه من ايام ما كنت بلعب في الحرس. هو جه فانا مشيت, رحت الاسماعيلي. رحت الاسماعيلي وغلطت عمري ان انا رحت النادي الاسماعيلي وفي وجود يحيى الكومي. لا والله دي غلطه عمري, الغلطه اللي بندم عليها, انا رحت النادي الاسماعيلي, مش غلطه, انا العب في الاسماعيلي, شرف لاي حد يلعب في الاسماعيليه النادي الاسماعيلي. منصح يحيى الكومي رئيس النادي في ذلك التوقيت. المفروض الراجل اللي ماسك قلعه زي قلعه الدراويش لما يدي كلمه للعيب عنده ما كلمه ما بتتغيرش. لا انا الكلمه اتغيرت مره واتنين وكتير, وانا واحد من الناس, خد عينيا مش خد بس, ما تكذبش عليا. لا انا اتكذب عليا في النادي الاسماعيلي, واسف في اللفظ, اتنصب عليا في النادي الاسماعيلي. وبعدين كمان انا في الفتره الاولانيه كنت بلعب, انا ساعات ممكن اقعد احتياطي وانزل او العب انا وهاني سعيد, ممكن العب في نص الملعب او هاني يلعب في نص الملعب في وجود المرحوم الخلوق الكابتن طه مصري. لما الكابتن طه مصري مشي, جه مدرب تاني من الاسماعيليه قال لي كلمتين اتنين, انا ما اقدرش اقعد هاني سعيد. قلت له ازاي مش هتقعد هاني سعيد, انا ما بقولكش قعد هاني, انا بقول لك كويس مننا من وجهه نظرك يلعب. هاني اخ وصديق من زمان, الكويس فين؟ قال لي انا ما اقدرش اقعد عشان انا بروح منتخب مصر, ما اقدرش اقعده. قلت له طب خلاص, يعني انت بتقول لي ما تجيش. ما قعدت بقى اروح مثلا تمرين وما اروحش تمرين, اروح تمرين وما اروحش تمرين, لغايه اما جيت بعد كده رجعت غزل المحله بيتي تاني. هل تنازلت عن فلوسك في الاسماعيلي عشان ترجع مره تانية المحله؟ لا ما تنازلتش, لا هو انت كده كده مش تاخد فلوس. انا اتنصب عليا في الاسماعيلي, مش نزلت. لو النادي الاسماعيلي بس اتنازل له باي حاجه, حبا في النادي الاسماعيلي وجماهيره. لكن الشخص اللي كان موجود كان بيقول كلام وما بيعملش, وبيعمل كلام بيقول حاجه, بيقول حاجه ويعمل حاجه عكسها. انا ما خدتش, انا خدت 50% من عادي بس. والباقي ما خدتش. قول يا عتراوي, تألقت مع كل منتخبات الشباب, لكن ليه دايما كنت خارج حسابات الاجهزه الفنيه لمنتخبنا الوطني الاول؟ والله مش عارف, بس ممكن انا اكون ساعات في بعض الانديه اثرت فيها, فعشان كده ما كانش بيتم استدعائي. لكن مثلا في 2006 انا كنت ماشي كويس جدا في النادي المصري, لعب الماتشات كلها, مقدم مستوى كويس, وما اتخدش. ما اعرفش السبب. شايف اللي انت اتظلمت؟ قصرت واتظلمت. مش هقول ان انا اتظلمت في كل حاجه, لا انا قصرت في حق نفسي الاول, ولو رجع بيا الزمن هختار حاجه تانية خالص غير اللي انا اخترته,
واتظلمت في بعض المواقف ان انا كنت ممكن انضم. يعني معلش في ناس كانت بتنضم من انديه صغيره وانا كنت ممكن انضم. مثلا في السنه بتاع 2006 انا كنت كويس جدا في النادي المصري، لاعب الماتشات كلها، مقدم مستوى كويس. ممكن يكون ترتيب نادي المصري ما كانش فوق، بس انت بتختار اللاعب اللي هو كويس. وبعدين انا ابن المنتخبات، مش لاعب لسه احتاج ان انا اتاقلم. كان في ناس دخلت اتسجلت في 2006 ممكن ما اول مره تلبس سيره المنتخب. ما اعرفش المعيار بتاع المنتخب بتاع الاختيار، ما اعرفش. وكل مدير فني له وجهه نظره. لكن انا بقول لك انا قصرت الاول واتظلمت. هل في مباريات سواء كانت مع المحله او مع المنتخب ما تقدرش تنساها حتى الان؟ انا مباراه مع المنتخب، مباراه الفصل اللي يكسب يصعد كاس العالم، كانت مباراه فاصله ما بيننا وبين الكاميرون بعد الاحداث اللي حصلت في اثيوبيا، والاتحاد الافريقي الظالم صعد اثيوبيا لعباده المضيف، وقال مصر والكاميرون اللي يكسب فيهم يصعد. دي المباراه اول حاجه كان في مطر غير طبيعي، والمباراه بدون جمهور. وطبعا انت حضرتك عارف رئيس الاتحاد الافريقي كان يحيى حياته، عيسى حياته، والكاميرون طبعا بلده، والاتحاد الافريقي عايز اصلا كده يساعد الكاميرون ما يساعدش مصر. احنا نازلين واثيوبيا عليك، البلد المضيفة عليك، وكنا بنتمرن في الترة بتاع الفندق، ما بنتمرنش في ملعب. نازلين كان مكاب شاوي واحمد سمير كان معايا، قلت له احنا هنكسب وباذن الله انا هجيب جول المكسب. الشوط الاولاني ناخد مثلا نخسر 2-0 ولا حاجه من الكاميرون. الشوط الثاني جه فاول في الدقيقه 15 انا فاكر، وكان كمين هو اللي واقف جول، وانا جبت الفاول ده في الثمانيه، ورحت لاحمد سمير طبعا اخويا وحبيبي لاعب نادي الزمالك، كان لاعب البدائل الاول ولاعب نادي الزمالك والمدرب الكبير دلوقتي ان شاء الله باذن الله. رحت له وكابتن شاوي جرى ورايا في الملعب، كان الملعب مليان طين مش ميه بس، بركه من ال، وكسبنا مع الكاميرون 3-1 وصعدنا. اليماني جاب الجونين التانيين، جاب الجون التاني صناعتي انا اللي عامل التويله اليماني، بس احنا كان معانا اليماني ما خدش حظه وهو لعيب بعد الحادثه، اتمنى انه ياخد حظه وهو مدرب. هل العتراوي ما حققش فلوس من كره القدم بعكس لو كان بيلعب في الجيل الحالي؟ الجيل كله مش العتراوي بس. لو بنلعب دلوقتي الجيل 2001 بيلعب دلوقتي هياخد ملايين الملايين اللي موجوده دلوقتي، بس هو كل واحد بياخد رزقه، وكل جيل وليه وقته، وكل وقت وبياخد وليه المقابل بتاعه. الجيل دلوقتي هو حظه ان الفلوس دلوقتي في وقته الاسعار دي موجوده، لكن لو الجيل بتاع 2001 موجود دلوقتي هياخد اضعافه، لان احنا كنا جيل جامد جدا. احنا دلوقتي اللي بيبص بياخد 10 مليون، اللي بيعرف يبص من هنا لل 5 متر بياخد 10 مليون. لا، الجيل بتاع 2001 كان حاجه جامده جدا. الاحتياطي بتاع 2001 اللي بره خالص مش في التشكيل ياخد ملايين دلوقتي، مش اللي بيلعب اساسي. بعد رحيلك عن غزل المحله لعبت للعديد من انديه الدرجه الثانيه، هل ده كان بسبب حاجه العتراوي للمال؟ لا، ما كنتش باخد فلوس اصلا. الدرجة التانية ما كانش فيها فلوس. أنا ما كنتش عايز أبطل. فكنت بلعب على أمل إن أرجع تاني لغزل المحلة. أنا بعشق غزل المحلة وبعشق تيشيرت غزل المحلة. والمسؤولين على أمل إن المسؤولين اللي كانوا موجودين يمشوا وأنا أرجع بيتي تاني. أنا لعبت في غزل المحلة ب 60,000 جنيه وأنا دافع الفلوس بتاع الاستغنى من جيبي. لما رجعت غزل المحلة تاني انا دفعت 100,000 جنيه تمن الاستغناء لنادي الاسماعيلي من جيبي، ومضيت على بياض، والمدير الفني حط لي 60,000 جنيه سنه. لما لعبت في درجه ثانيه عشان كنت على امل نرجع لغزل المحله تاني، الناس اللي هي مش كويسه موجوده في المحله تمشي وانا ارجع تاني بيتي. غزل المحله في جيل العتراوي كان بيحقق نتائج مميزه مع الاهلي والزمالك، ايه اللي حصل وادى الى هبوط الفريق للدرجه الثانيه؟ اللي حصل الناس كانت بتبيع اللعيبه، وكانت اللعيبه اللي بتيجي دون المستوى ان يبقى غزل تلبس شيرت غزل المحله. ازاي غزل المحله يقدر يرجع مره ثانيه للدوري الممتاز؟ باذن الله غزل المحله ياخد حقه، ان ان ان, إن ما فيش حاجه اسمها دلوقتي بقول لك دوره رباعيه وكلام. ازاي دوره رباعيه وانا اصلا لعيبه الانديه دي
انا غزل المحله لاعب فاركو ولاعب دمنهور، ازاي ارجع العبهم تاني؟ هلعبهم في سنه في دوري 3 مرات، المفروض باقي 5 ماتشات. نتمنى من اللجنه الخماسيه اللي موجوده تراعي ربنا في غزل المحله، وتراعي ربنا في ان الناس تبقى كل واحد ياخد حقه. انا لعبت الفرقه دي ما ينفعش العبها تاني، كل 5 ماتشات يتلعب ال5 ماتشات وكل واحد ياخد حقه. انت لغيت الهبوط، طب مش معنى بتعمل في ده كده دلوقتي عشان غزل المحله ما يصعدش؟ لا، كل واحد المفروض ياخد حقه. لو بعون الله باذن الله لو المحله ال5 ماتشات اتلعبت وما لعبش دوره رباعيه، غزل المحله في الممتاز على ايد خالد عيد بوجهازه باذن الله. اتراوي شايف ان الانديه الشعبيه والجماهيريه بتواجه صعوبات في ظل وجود انديه شركات والتجارب الاستثماريه زي بيراميدز؟ هو من قبل بيراميدز، هو من ساعه ما انديه الشركات وانديه المؤسسات صعدت، انديه بتاع الاقاليم والانديه الجماهيريه بدات تلعب في الدرجه الثانيه، لانه ما فيش فلوس. الانديه بتشتري اللعيبه اللي كويسه في المحله وفي المنصوره وفي الاتحاد وفي المصري، بتفضل الانديه دي من نجومها عشان معاها فلوس، وطبعا النادي بيضطر يبيع عشان ما معاش فلوس. هي نكبه الكره المصريه من ساعه ما طلعت انديه الشركات والمؤسسات. كيف ترى نهائي دوري ابطال افريقيا الاهلي والوداد والزمالك والرجاء؟ اتمنى فوز الاهلي كمصري، واتمنى فوز الزمالك كمصري، واتمنى النهائي يكون مصري، واتمنى ان احنا كمصريين كاهلي وزمالك يعني نقدم كره حاجه مشرفه تشرف مصر، وسواء الاهلي كسب او الزمالك كسب ما نلاقيش حاجه خارجه تسيء لينا كمصريين وتسيء لينا ككره مصريه. مين افضل مدافع في مصر من وجهه نظر العتراوي حالي دلوقتي؟ لا، في تاريخ مصر. في تاريخ مصر من وجهه نظرنا ولا لا؟ من وجهه نظر العتراوي صابر عيد. من وجهه نظرا وان هو ما خدش حق، وانا عارف المؤامره مين اللي عملها، وعارف مين اللي ما لعبش صابر عيد كاس العالم، وعارف مين اصلا ما لعبش صابر عيد الماتش اللي كان هنا بتاع الجزائر. انا عارف المؤامره والله. ومن وجهه نظر صابر عيد حاجه مدافع عصري كان لازم يلعب، بس عشان كان بيلعب في المحله برضو ما خدش حق. اتراوي اتجهت لمجال التدريب بعد الاعتزال، لو اتكلمنا عن هذه التجارب التدريبيه ليك. طبعا انا بطلت من بعد كده، اشتغلت مع كابتن صابر عيد كمساعد معاه في الممتاز بيه في نادي كيرنس، واشتغلت في الدوري السعودي في الدرجه الثانيه، واشتغلت في الناشئين في غزل المحل بيتي يعني. اشتغلت مع كنت ماسك 2001 فيها دلوقتي حسام حسن مع الكابتن ربيع ياسين، وفي 5 موجودين مع الكابتن خالد في بيتمرنوا معاه ممكن يلعبوا، وفي ناس ممكن الكابتن ربيع يضمهم في معسكرات، في حوالي 5 أو 6 لعيبه راحوا المعسكرات ويرجعوا يعني، لكن اللي ثابت معاه حسام حسن. اشتغلت مع الكابتن صابر عيد في تكرنس مدرب عام، واشتغلت في الدوري السعودي مدرب عام برضه في الدوري السعودي، ونستنى حاجه كويسه ان شاء الله قريب. مين اصعب مهاجم لعبت عليه عتراوي؟ والله هو في مهاجمين كتير انا لعبت عليهم، وفي مهاجمين كتير كويسين جدا، اصعبهم عماد متعب يعني. عماد بيعرف يتحرك، ذكي، صعب رقابته لان هو متحرك كتير وبيتحرك في الاماكن الصعبه. في مهاجمين تانية لعبت عليها اقوياء زي عمرو زكي، وفي طبعا اللي صعب رقابته جدا كمال جمال حمزه، حاجه صعبه جدا يعني. ده من المهاجمين الصعبين، والمهاجمين برضو اللي ما خدتش حقها جمال حمزه. جمال احرف لعيب جه. ليه ما خدش حقه جمال حمزه؟ عشان ابن نادي الزمالك. ما هو دايما يقول لك ايه عاملين مش عارفه ايه، دايما اللي لما بيبقى فيه اخفاء او ان نتائجه مش كويسه دايما ابن النادي هو اللي بيتهاجم، اللاعب التاني بيمشي ما بيتهاجمش. زي ما انا كنت في المحله ساعات الماتشات في المحله يقول لك المحله بتخسر،
اه يا عم، اصل شوف هجموا العتراوي وهجموا بتولاد النادي، اللاعب المغترب بياخد عربيته ويمشي، انا اللي قاعد في البلد، انا اللي بقابل الناس في الشارع، انا اللي بنزل مثلا زوجتي او بنتي او حاجه قابل الناس، يا عم الفرقه وحشه وانت خارج، يا عم انا ما انا زي زيك، ما انا ما 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 انا زي زيك خارج عشان عندي ارتباطات اسريه، لكن انت هل انت بتهاجم اللاعب التاني المغترب؟ لا ما تهاجمش المغترب. جمال ما خدش حق عشان الزمالك في الاخفاقات يقول لك جمال، اصل جمال بيعمل مش عارفه ايه، رغم جمال اقول لك حاجه من احرف اللعيبه شفتها في حياتي، جمال حاجه جامده جدا وما خدش حقه، ولو خد حقه في نادي الزمالك كان زمال في حته تانية. اتريب قول لي، توقعت تألق ابناء المحله في صفوف الاهلي والزمالك زي عبد الشافي وفتح الله وائل جمعه؟ طبعا هم اصلا جم الاهلي والزمالك عشان هم لعيبه كويسه، لو لقى المناخ كويس هيتألق وهياخد وهيبقى حاجه تانية، وبعدين هو اللي بعد ما بياخد الختم بتاع الاهلي والزمالك هو بيبقى اساسي في منتخب مصر غير ما كان في المحله. فتح الله لما كان في المحله كان مستواه قد كده 10 مرات بس، ما كان بيجي المنتخب ويمشي، لما راح الزمالك لعب في المنتخب بقى اساسي. وائل جمعه ما كانش، كان بيجي المعسكرات برضو ويمشي، لما جه انتقل النادي الاهلي بقى بيلعب وبقى احسن مدافع في افريقيا 3 مرات متتاليه، في 3 بطولات متتاليه. ختم الاهلي والزمالك غير انديه الاقاليم. رايك كيف تجربه محمد صلاح مع ليفربول الانجليزي وتالقه ووصوله للعالميه؟ من وجهه نظر العتراوي ايه سبب وصول محمد صلاح للعالميه؟ السبب طموحه هو. هو عارف هو بيعمل ايه وطموحه هو، وعشان كده هو وصل، وعشان هو ما لعبش في اهلي وزمالك. لو لعب في اهلي وزمالك وسمع الهتافات وبتاع ممكن زي عمرو زكي كان ياثر في التمرين، بعد المعسكرات بتاع المنتخب ما يسافرش، لكن هو محمد صلاح هو عارف هو بيعمل ايه. اتمنى بس حاجه واحده، ان احنا نقف وراه كشعب وكاتحاد كوره وكمسؤولين ما نعاندش فيه. هو عمره ما طلب حاجه لنفسه، لما بيطلب بيطلب للفرقه، والناس هنا كانت بتهاجمه. طب انت بتهاجمه ليه؟ انت غيران منه ليه؟ يعني انت كواحد في اتحاد الكوره غيران من محمد صلاح ليه؟ هو محمد صلاح باللي بيعمله كل ده مستني ان جهاز عشان المستشفى والكلام ده؟ طب ما هيجيبه ببيته. انت شايف محمد صلاح ربنا يا رب يزيده يا رب يوسع عليه، بيعمل ايه في مصر وبيعمل ايه في بلده؟ هيستنى جهاز ولا هيستنى يجيب؟ هو ما يقدرش يجيب حارس شخصي ليه؟ طب ما هو هيجيب. انت كمنظومه اتحاد كوره ليه بتعاند فيه؟ وليه بتطلع كلام هو ما بيقولوش؟ وليه لما الراجل الوكيل بتاعه بيقول لك هو ما ينفعش صورته تبقى كذا انت بتقول لا تبقى ليه؟ هو كريستيانو ما بيتعملوش كده؟ ولا ميسي ما بيتعملوش كده؟ ولا احنا صعبان علينا ان في حد من عندنا بقى كده في المكانه دي؟ شايف ان تجربه محمد صلاح ممكن ان تتكرر خلال المرحله اللي جايه؟ صعب. ليه صعب؟ صعب عشان مش هتلاقي حد بكاريزما محمد صلاح، ومش هتلاقي حد بالعقليه بتاع محمد صلاح مهما كان اللي يقول لك فلان. مش صعب. محمد صلاح حاله مش هتتكرر. احنا زي احنا برضو جيل 2001 ما بيتكررش، احنا بنامل ان الجيل اللي مع كبشاوي يعدينا كمان. صعب ان العقليه بتاع محمد صلاح تبقى موجوده في لعيب تاني. شايف ان مشاركه الجيل الحالي في دوري طوكيو باليابان هتكون نقله ليهم؟ اذا توفر لهم الامكانيات وتوفر لهم الماتشات والمعسكرات والاحتكاك، وتوفر ان اللعيب اللي ما بيلعبش في النادي بتاعه غصب عن النادي يروح نادي تاني عشان يلعب ويشارك لانه هو لعيب مصر صرفت عليه، انا بقول لك هيحققوا ميداليه. هل العتراوي نشاطات اخرى غير كره القدم؟ والله لا ما اعرفش. كنت زمان يعني من هواة التجاره في العقارات، لكن ما يا ريت، نفسي الكوره بس. العتراوي طباخ شاطر؟ بعرف اعمل شاي بس، لكن ما اعرفش اعمل اي حاجه في المطبخ تاني. عندي 6 بيت شاطر، لكن انا اطبخ حاجه ولا ما اعرفش، شاي بس. ممكن اعمل شاي وممكن اساعدها في المطبخ في الحاجات الخفيفه. يعني ممكن اقوم بحاجه يعني لان هي بتتعب كتير، لكن انا ما بعرفش اطبخ والله.
لو الاتراو ما كانش لاعب كرة كان يتمنى يكون ايه؟ كنت هبقى انا كنت ازهري، كنت حافظ 23 جزء من القرآن الكريم، كنت ممكن ابقى حاجة في الازهر يعني. ممكن كنت تكون حاجة. كنت حافظ 23 جزء. ممكن يكون كنت بمشي تكون امام مثلا. صوتي كويس جدا في القرآن يعني. من بعد ما اتجهت للكرة ما نسيته. نسيت وحاولت اصلا، لان الازهر صعب في دراسته. صعب، كنت والدي اصلا ما كانش موافق ان انا اروح مجال الكوره خالص يعني. انا كنت بهرب من والدي عشان اروح التمرين. لغايه ما هو يعني زهق مني، قال لي خلاص اللي انت عايز تعمله بقى اعمله، انا خلاص انا زهقت منك. هل في مواقف صعبه مرت عليكم مش قادر تنساها حتى الوقت الحالي؟ في الكوره ولا بره؟ سواء في الكوره او خارج الكوره؟ لا في الكوره. دي اصعب موقف مر عليا ومر علينا في المنتخب، لما اتمرنا في الطرقه في اثيوبيا. والناس ما كانتش كانت جرت ورانا، والمدرج نزل جرى ورانا واتحبسنا في اوضه اللبس. ورحنا طلعنا في عربات مدرعه والكلام ده، عشان كانت صعبه جدا يعني. هل ما زلت على تواصل مع جيل 2001 ولا العلاقه انتهت؟ لا لا، كلهم اصحابي واخواتي، وفي تواصل طبعا معاهم كلهم، لكن اقرب الناس ليا رضا شحاته واحمد سمير وابو المجد. دول يعني. لكن جمال بكلمه، ومحمود محمود بكلمهم، وحسام غالي بكلمه، ورياض وشوقي، كلهم كلنا اخوات وحبايب، وعب واحد وريشه. ما قابلتهمش قريب؟ لا والله. يعني ما بقالي كتير ما قابلتش حد فيهم، لكن اتمنى اقابلهم كلهم. لكن بتكلم مع وائل يعني. وبتكلم مع كابتن شوقي طبعا اكيد يعني. كابتن شوقي اثر فيك؟ ابويا يعني. اكيد يعني، صاحب فضل كبير على الاتراوي. طبعا ما اقدرش انكره، ولو نكرته يبقى انا راجل مش كويس. لا شوقي غريب له فضل كبير جدا عليا، وهيفضل طول عمره له فضل كبير عليا، وانا ما اقدرش انكر فضله مهما حصل. ما يعني ممكن يحصل ما بيننا حاجات، لكن ما اقدرش انكر فضله عليا. استفدت منه في مجال التدريب؟ انا استفدت من كل مدرب اتمرنت معاه، وكل مدرب اتمرنت عليه اتمرنت معاه من وانا ناشئ في غزل المحله لغايه ما بطلت له فضل عليا. انا عندي اجنده بكتب كل حاجه. كل مدرب ليه مميزات بكتبها. كل المدربين اتمرنت، كابتن فاروق، كابتن مختار، كابتن كمال عثمان الله يرحمه، كابتن حسن مجاد الله يرحمه، كابتن محمد رضوان، كل مدرب اتمرنت معاه له حاجه مميزه بكتبها، وله تمارين مميزه بكتبها وحافظها. بنفذها بقى دلوقتي مع الفرقه اللي بمسكها يعني. اتراوي نورتنا. ربنا يخليك يا استاذ احمد، متشكر جدا، ويا رب تكون ضيف خفيف على المشاهدين يا رب. متشكر جدا لحضرتك، ومتشكر جدا للقصد اللي معاك، ومتشكر جدا للقناه اون، متشكر جدا لحضرتك. اذا اعزائي المشاهدين، ده كان لقائنا الخاص مع الكابتن محمد محروس الاتراوي، نجم منتخب مصر للشباب وغزل المحله السابق. الى ان نلقاكم ولقاءات اخرى، تقبلوا تحياتي والى اللقاء.